الآن تشاهدون فريق الجدعان. يلتقي الدكتور مجدي حسن خبير صناعة الدواجن ورئيس شركة IFT الدولية للتبادل التجاري الحر، حيث يناقش قضايا صناعة الدواجن والحلول المقترحة لتنظيمها. كما يلتقي الدكتور إياد حرفوش الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للتبادل التجاري الحر، والذي يرد على الاتهامات الموجهة لصناعة الدواجن. الدواجن من أهم صناعات الأمن الغذائي المصري، والدولة بتحميها بفرض رسوم حماية بنسبة 30% على واردات الدواجن المجمدة، وحظر دخول المجزئات الداجنة، وكمان شكلت لجنة رئاسية للنهوض بيها، ووفرت خريطة أراضي استثمارية لصناعة الدواجن، والبنوك كمان بتمول المربين لتطوير العنابر وتحديثها. وعشان كده استثمارات الصناعة اتضاعفت وبلغت حالياً حوالي 100 مليار جنيه، ولسه هتتضاعف بنسبة 100% لغاية سنة 2030. صناعة كبيرة وليها أب شرعي هو الاتحاد العام لمنتج الدواجن، ولكن للأسف الصناعة أصبحت عشوائية وتفتقد للتنظيم، وده أدى لخسائر رهيبة لمنتج الدواجن كبار وصغيرين، وبالتالي توقف عدد كبير من المربين عن الإنتاج. دلوقتي هنقابل خبراء الانتاج الداجني عشان نحدد اوجاع الصناعه ونكشف التحديات اللي بتواجهها ونحط خطه انقاذها. وكفايه انها الصناعه الاولى اللي بتوفر ارخص بروتين حيواني امن للمواطن المصري. تعالوا في البدايه نقابل الدكتور مجدي حسن رئيس الشركه الدوليه للتبادل التجاري الحر IFT، ده في حديث عن صناعه الدواجن في مصر اللي ليها واللي عليها بكل وضوح. ركزوا معاه. النهاردة احنا بنواجه تحديات كبيرة جدا بتهدد الصناعة. هنتكلم عن الجناحين في البداية، التسمين وبيض المعدة. الوضع النهاردة من وجهة نظر حضرتك عامل ازاي؟ عايزين بس نعمل الاول زي القاء الضوء على وضع الصناعة بقطاعاتها عشان نقدر نوصل المشكلة جاية منين. فاحنا لو اتكلمنا مثلا على قطاع الجدود، النهاردة أنا عندي 7 شركات، ال7 شركات طبعاً ما فيش تنسيق بينهم في إدخالات القطعان والتناسق الإنتاج على مدار ال52 أسبوع. هنيجي بقى على الأمهات. الأمهات طبعاً كل واحد النهاردة أنا بقرر أربي 600 ألف، بعد سنة 600 دول 900 ألف ومليون، بناء على إيه؟ اللي عايز يعمل حاجة بيعملها، يعني ملهاش أي ضوابط. نخش على مصانع العلف. النهاردة مصانع العلف شغالة بطاقة مثل تقريبا من 20-30% من الطاقات الإجمالية بتاعتها. ده صحيح. فالنهاردة أنا لو رحت تقدمت لوزارة الزراعة أن أنا عايز أرخص مصنع جديد هيدوني ترخيص، رغم أن أنا عندي فائض كبير جدا. بالظبط كده. بالإنتاج. مصانع العلف كمان المشكلة اللي بتواجههم أكتر أن لهم مديونيات في السوق مليارات عند المربين. هنيجي بقى لقطاع التسمين. طبعا التسمين 80% من مربين التسمين هم صغار المربين. فالنهارده المربي دوت انت النهارده ما عندكش الرقابه اللي انت تامن له جوده العلف اللي هو بيستخدمه، ما عندكش الرقابه اللي تامن له جوده كتكوت التسمين اللي هو بيدخله، مش موفر له الحمايه من الخريطه الوبائيه والامراض وارشادات لافضل برنامج تحصين. نيجي على بيض المائدة. بيض المائدة مشكلته طبعا اولا البيض لازم يتباع، ما يسلع برضه ما تتخزنش طبعا. في نفس الوقت مدخلات الانتاج زادت بشكل كبير جدا، والقوة الشرائية انا برضه لازم اركز على كلمة القوة الشرائية، نقول اكتفاء ذاتي مقابل القوة الشرائية. القوة الشرائية مش قادرة تستوعب المعروض، فبالتالي في تدهور في الأسعار. فرجوعا تاني لشركات الأدوية كسيجمنت أو قطاع موجود في الصناعة، اللي احنا استعرضنا معظم الصناعات. طبعا النهاردة مفيش رقابة على الإنتاج المحلي سواء أدوية أو لقاحات بنفس المعدل اللي انت بتطبقه على الأدوية المستوردة. الأهم من ده كله أما نيجي نبص بقى جهاز سلامة الغذاء، إزاي النهاردة أتوافق مع مرئيات وتعليمات جهاز سلامة الغذاء مع الصناعة بتاعتي. النهاردة جهاز سلامة الغذاء بيقول لك أول ما الفرخة تطلع من المزرعة دي تبعي. طب النهاردة إيه هي الشروط اللي انت حاططها، وهل هي متوافقة مع الوضع الحالي ولا لا؟ فإجمالي كده ما نبص للصورة، الملخص إن الصناعة غير منظمة،
هل اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن المشكلة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي هتقدر تنظم الصناعة؟ اللجنة لغاية النهاردة بتطلع توصيات رغم أنها لجنة من أصحاب القرار. هي الفكرة اللجنة كانت نشأت في لجنة الزراعة في مجلس النواب، وإحنا اقترحنا هذه إنشاء اللجنة، ولكن للأسف الشديد تأسيس وتكوين اللجنة مش مناسب جدا. هي اللجنة أساسا كانت في كان لجنة اسمها تلات اتنينات اللي هي بتنظم الاستيراد ما بين الانتاج المحلي وإذا كان في نقص في السد الفجوات. سد الفجوات. فوجئنا إن اللجنة دي تغيرت اسمها للجنة العليا لتنظيم ودعم ونهوض بصناعة الدواجن، وأضاف على اللجنة التلات اتنينات وجود رئيس الاتحاد ومربي صغير ومربي كبير. طيب النهاردة لو أنت عندك اقتناع أن الاتحاد هو بيمثل الصناعة، ليه حطيت عضو مربي صغير وعضو مربي كبير؟ المفروض لو الاتحاد ممثل فعلا الصناعة كان هو كافي جدا فيها. عدد أعضاء اللجنة 25، لو كل واحد اتكلم 3 دقايق عايزين يوم كامل نتكلم وفي الاخر مش هنطلع بحاجه. الفكره جميله ومهمه جدا، ولكن اسف جدا انا بقول طريقه تشكيل اللجنه واعضائها مش مدروس بالشكل اللي يفيد الصناعه بشكل. هل يجب ان تتحول الى لجنه اصحاب القرار من الحكماء، يعني الجهات السياديه، الاتحاد العام لمنتج الدواجن، وزاره الزراعه، وزاره التموين، تجتمع وراهم فرق بتحضر عمل كل واحد من الحكماء اللي قاعدين؟ مش ده المفروض اللي يحصل عشان نطلع بقرار؟ صح، وده المفروض اللي يحصل فعلا، ان اللجنه يبقى خبراء محايدين. يعني انت محتاج مثلا حد في تربيه الدواجن، محتاج في الاحصاء، في التغذيه، فممكن مثلا على سبيل المثال التغذيه يتجمع تحتي مجموعه من خبراء التغذيه يقدروا يعملوا له كل الدراسات اللي هو مطلوبها، وممثل التغذيه في اللجنه يقدر يعمل التصور بالظبط كده. في نفس الوقت انت محتاج برضه الاعلام في اللجنه دي، يعني ازاي النهارده اخاطب الناس، اخاطب المربين، ازاي اوصل لهم التوجيهات بتاعتي. برضو اللغه وتخاطب الناس دي شيء مهم جدا. منذ ايام صدر قرار شديد الاهميه، القرار ده من السيد رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر الارز الابيض 12 جنيه الارز الابيض الغير معبأ و15 جنيه الارز المعبأ. يعني احنا عندنا اليات نحتكم اليها قانونيا لتحديد سعر منتج لو ارتفعت اسعاره إلى السماء. كان الأرز فعلا بدأت أسعاره تعدي الـ 20 جنيه للكيلو. النهاردة السعر ده حاسم، هل ده ما نقدرش نطبقه على صناعة الدواجن؟ احنا النهاردة عندنا آلية وقانون منع الممارسة الاحتكارية إدى المجلس الوزراء الحق في تحديد سعر السلعة، السعر العادل. والله دي سابقة مهمة جدا من الدولة أنها تعمل كده بالنسبة للرز، في ريت برضو للدواجن. احنا بنتكلم على مشكلة الدواجن في حاجتين، التنظيم والسعر العادل. فالسعر العادل ده يبقى فيه لجنة أو مجموعة من الخبراء بالتنسيق مع وزارة الزراعة والاتحاد يحطوا التكلفة زائد هامش مناسب، بحيث يبقى فيه توازن ما بين المنتج وسعر المستهلك النهائي. فياريت تطبق في الدواجن. خلي بال حضراتكم، الدكتور مجدي حسن وراه قصة نجاح عظيمة فعلا. هو اتخرج في كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة سنة 1977، وبدأ حياته كموظف في وزارة الزراعة سنة 1978، وتحديداً في الشركة العامة للدواجن، وبعدها اتجه للقطاع الخاص واشتغل كطبيب بيطري مقيم في مزارع الدواجن. وكانت نقطة التحول في حياته لما نجح في استيراد دواء أمريكي لعلاج مرض الكوكسيديا، وحقق نتائج مبهرة في المزارع. من هنا كانت بداية تأسيسه لشركة IFT، الشركة الدولية للتبادل التجاري الحر، سنة 1989، وحالياً هو ممثل لأكبر 20 شركة للقاحات البيطرية في العالم، ومنها الشركات الخمسة الكبرى بورينجر إنجلهايم وزواتس وMSD وباير وإيلانكو. هل إحنا مذنبين في صناعة الدواجن؟ اللي جايب جدود زيادة عن احتياجات السوق، اللي بيطلع كتكوت بياض زيادة عن احتياجات السوق، اللي بيطلع آلاف زيادة عن احتياجات السوق، الناس دي ما عندهاش قراية للسوق. نمرة واحد، دي التنظيم، دي واجب السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الزراعة. أنا النهاردة مشروع جدود واخد ترخيص من وزارة الزراعة بإنتاج 1,600,000 أم في السنة، أنا النهاردة ممكن بوصل للرقم ده الضعف. ما حدش النهارده بيقول لي انت ليه وصلت الضعف. كان زمان في حد بيقول، كان في حد زمان ايام الدكتور ممدوح شرف الدين كانت الامور فيها تحكم، بس الفكره ايه، وقتها كان في رؤيه وفي مخطط محطوط
والناس كلها بتشتغل على المخطط ده لصالح الصناعه. لصالح الصناعه للاسف الشديد ده ما عادش موجود. فالمفروض ان اي وزاره يبقى لها مخطط مستمر بغض النظر مين اللي ماسك المسؤوليه النهارده ومين اللي هيختفي ومين اللي هيظهر بعد كده. 90% من خسائر المربين النهارده بيرجعوها لسببين: ارتفاع سعر العلف، السمسار. هو بيخرج نفسه بيقول انا مش السبب في الخساره او سبب في ارتفاع السعر، السبب هو ارتفاع سعر العلف، السبب هو السمسار اللي بيديني سعر اقل من تكلفتي وبالتالي بخسر. طالما مفيش تنظيم معين وفي عشوائيه، فالعشوائيه دي في كتير من الاحيان بتخلي العرض اكتر من القوه الشرائيه. طالما حقيقة العرض اكتر من القوه الشرائيه فبالتالي الاسعار بتتدنى عن التكلفه. في نفس الوقت السمسره، ما هو السمسار مش هياخد السلع هيخزنها لان دي فراخ حيه، فالسمسار برضو مش عايزين نحمل عليه الدور الاساسي. هي قانون العرض والطلب اللي هو الاساسي اللي بيتحكم في كل حاجة. برضو بكررها تاني ان العرض والقوة الشرائية وليس عدد السكان. السعر العادل هو منظومة هدفها وعملناها كتير في مصر، هدفها ان احنا نعمل سعر عادل للمربي يغطي تكلفته ويعمله هامش ربح بسيط جدا، نص جنيه ولا جنيه في الكيلو، وايضا يصل للمستهلك بسعر عادل جدا يتناسب مع القوة الشرائية. مظبوط. البورصة السلعية كانت حققت ازاي؟ البورصة السلعية طبعا كانت هتسجل كل المربيين من على المنصة بتاعتها، وبرضو كل المشترين سواء سمسار أو سوبر ماركت أيا كان أو مطعم أيا كان، كل التداول هيتم من خلال المنصة دي. ولازم طبعا عشان تسجل المربي لازم يكون عنده سجل تجاري وبطاقة ضريبية. احنا اتكلمنا مع الناس المنظمين للبورصة، طب مش كل المربين عندهم سجل تجاري؟ قالك ممكن ان واحد بس يكون عنده سجل تجاري والمربين من تحتيه يتسجلوا من خلاله ويحصل فيه تنسيق بينهم، يعني عشان نحل مشكلة السجل التجاري والبطاقة الضريبية اليوم. هل الفكرة قائمة لسه؟ الفكرة قائمة طبعا، للأسف ان الاتحاد ما تعاونش بالشكل المناسب مع البورصة السلعية. انا يعني لغاية هذه اللحظة انا ما اعرفش ايه السبب. وبعدين الخبر اللي حضرتك قلته بالنسبة للرز ده عنصر مشجع جدا طبعا، وفي نفس الوقت من عندك مجموعة المنتجي الألبان ما عندهم برضو المعادلة السعرية والأمور ماشية. طب احنا عندنا مثالين اهو، طب ايه اللي ناقص احنا نصنعه نطبقه في صناعة الدواجن؟ لا شيء، صدقني لا شيء. دكتور، الأعلاف تحديدا في تجارب في العالم قالت ان الدولة لما بتسيطر على خامات الأعلاف بتدي طفرة في صناعات اخرى زي الانتاج الحيواني والدجني وايضا السمكي. اقرب تجربة لينا هي تجربة السعودية. ما رأيك لو وزارة التموين تدخلت في استيراد خامات الأعلاف وتوزيعها على المصانع؟ هي الفكرة مش وزارة التموين طبعا، ما عندهاش المقدرة المالية، ولكن انا اقول على حاجة اهتمام الدولة نفسها. يعني ناخد السعودية زي ما حضرتك ذكرت، اول من مشكلة اوكرانيا وروسيا حصلت وابتدت مدخولات الصناعة مكونات الاعلاف تزيد، وزير الزراعة هناك اجتمع بكل المربيين وقال لك انا هسخر امكانات صندوق الاستثمار السعودي اللي هو متواجد في دول زي استراليا زي الارجنتين زي البرازيل زي كندا في العالم، في اللي هي مصادر بحيث ان هو يقدر يوفر الكميات. أهم حاجة توفر الكميات نفسها، لأنها يعني في فترة فاتت تعرضنا، حتى لو معاك فلوس مش هتلاقي البضاعة اللي انت عايزها. الإتاحة في نفس الوقت ان هو يساعد المربين ان هو يدعمهم في فروقات الأسعار. احنا هنا في مصر ركزنا على القمح كحاجة استراتيجية وما حصلش تركيز في الدورة الصفراء اللي هي عصب الثروة الحيوانية. فكان مفروض زي ما اهتميت بالقمح برضو أركز على الدورة الصفراء، سواء زراعة محلية سواء استيراد، لازم يبقى في فكرة وتنظيم من الدولة فيها. انت عندك النقطة الزراعة المحلية، يعني الدولة تقدر تتحكم في الزراعة المحلية وتنميها وتحط الحوافز انها الناس تستثمر وتكبرها. لو انت انتاجك المحلي ما كفاش هتضطر تستورد، الاستيراد بيقع تحت البورصة العالمية والأسعار العالمية. دي برضو نقطة الدولة ما تقدرش تدخل فيها، ولكن احنا ممكن ندخل فيها بشكل ايه. النهاردة بنتكلم على 85% من مربي التسمين بيشتري علفه من مصانع العلف. طب ليه المصانع دي ما تحط ايديها في ايد بعض واستورده بالكميات الكبيرة؟ لان برضو ما تخش البورصة بكميات كبيرة هتقدر تربط سعر كويس على مدار فترة لغاية ما كمية تخلص يعني. فليه احنا كقطاع خاص ما نتعاونش مع بعض في ان احنا نعمل شركة لاستيراد المكونات ونشترك كلنا مع بعض فيها؟ ده ممكن يقلل، ممكن يسيطر على السعر العالمي. ممكن يسيطر على السعر العالمي طبعا، لان انت في الحالة ديت هتتصور الكميات كبيرة وتربط كميات، والكميات اعتقد لها تأثير ايجابي على السعر. طبعا دكتور مجدي ما ينفعش ابقى مع حضرتك وما اتكلمش على الانتاج الحيواني. كثير من مربي الانتاج الحيواني بيعانوا من الحمى القرعيه ومحدش عارف السبب. هل في عطرك ده دخلت
محدش عايز يقول لنا؟ هل مفيش شفافية في عرض الموقف؟ عايزين نفهم من حضرتك يا دكتور، ايه سبب نفوق العديد من القطعان في مزارع المشاة؟ هنرجع تاني للنقطة الأساسية، الترصد المرضي. ما عندناش آليات للترصد، ما عندناش الخريطة الوبائية. في نفس الوقت النهاردة المحاجر البيطرية اللي هي بتعتبر الفترة لكل العجول الحية اللي بتخش مصر بتتحط في منطقة معزولة وتحت إشراف الدولة وبتدي تسحب منها عينات لغاية ما تطمن إنها غير حاملة. النهاردة أنت المحاجر البيطرية أصبح النهاردة أي حد مستورد بيحجر المواشي بتاعته المستوردة عنده في المزارع. لا، هو اللي تم وجهه للاستيراد. المفهوم المحاجر انها تتحط في مكان المينا نفسها وقت وصول الفورا، انما النهارده انا هنقلها من مينا لمكان المزرعه. طب ما كل طول ما الحيوانات بتتنقل الهواء، لو هي حامل اي مرض الهواء هينقل لمزارع تانية. فنمره واحد الخريطه الوبائيه، ترصد المرضي، تفعيل المحاجر البطاريه كما سبق عهده، اختيار السلالات اللي نحضر منها اللقاح. دي برضو لها علم، وانا مش كل معزوله حقليه احضر منها فاكسين. في نفس الوقت الشفافيه، ما احنا كلنا عارفين ان في مشكله في الحمى القلعيه. وزاره الزراعه لم تعلن ان في مشكله في الحمى القلعيه. انا ادي لحضرتك مثلا مزارع دينا خسرانه نتيجه الحمى القلعيه 50 مليون جنيه. دي مزرعه طب الراجل ده ذنبه انه يخسر 50 مليون جنيه في نقطه؟ وانا مشكله ان اعلن ان عندي مرض، وده امريكا نفسها بيظهر في الامراض، لا تمس اطلاقا كفاءة الناس القائمين في وزارة الزراعة. يعني زور المرض ده حاجة قاهرة، فأنا أعلن عليه عشان أبتدي حتى كالمربيين ياخدوا بالهم. يعني في نفس الوقت النهاردة عشان توفر اللقاح أخدت وقت طويل، الموجة نفسها خدت الويفز بتاعتها بالوفيات بالأثار الجانبية وخلصت. حضرتك ما ردتش على سؤالي، دي سلالة جديدة من الحمى القلعية اللي أصابت المزارع، ولا تحور في الأتراك الموجودة فعلا في مصر؟ هو حصل أن دخلت سلالة من فصيلة إيه جديدة ما كانتش موجودة. إحنا عندنا الحمى القلعية عبارة عن 7 فصائل أساسية، تحت كل فصيلة في مجموعات مختلفة، فدخل علينا مجموعة مختلفة من الإيه الأساسية اللي عندنا، وجاية حسب المعلومات اللي عندنا من أمريكا اللاتينية. صحيح. في برضه غريبة أن يعني أنا استورد عجول وأعرض نفسي للدخول عترة جديدة، ما هي برضه يعني سؤال مهم عايزين إجابة الناس المسؤولين عليه يعني. والحجة نوفر اللحوم للمستهلك المحلي وندمر القطاع الحيواني في مصر. والله هدف سامي ان انت بتوفر اللحوم للمجموعه المستهلك، بس طبق بقى الاشتراطات وامن نفسك وامن نفسك واشتغل بشكل علمي. يعني دلوقتي هنقابل الدكتور اياد حرفوش الرئيس التنفيذي لشركه IFT الدوليه للتبادل التجاري الحر، وهيكلمنا عن حقيقه ان صناعه الدواجن صناعه مجمعه، والسبب ان 80% من مدخلاتها مستورده من الخارج. دايما في قول حق يراد به بطل بيتقال على صناعة الدواجن، دي صناعة تجميع لا تستحق الدعم والمساندة، كل مكوناتها من الخارج. هو المربين بيعملوا ايه؟ معك حق في وصفه بقول حق يراد به باطل، وهو برأيي قول لم يختبر، مش مؤسس على أسس سليمة. عادة اللي بيقول كده بيستند إلى حقيقتين هي حقائق، لكن استدلاله بالحقائق خطأ. الحقيقة الأولى إن احنا في مصر ما عندناش أصول دواجن أو بيور لاين أو خطوط نقية. الحاجة التانية إن إحنا ما عندناش اكتفاء ذاتي من المحاصيل العلفية بالأساس الذرة الصفراء والصويا. الحقيقتين دول ما عندناش اعتراض عليهم. السؤال هنا، كم دولة في العالم عندها هذه الأصول أو الخطوط النقية؟ عدد محدود جدا من دول العالم، الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا كمان. يعني الدول المالكة للأصول دي إنتاجها في الإنتاج الداجيني العالمي لا يتصل إنتاجها إلى 40% من الإنتاج العالمي، يعني حاجة و60% من دول العالم زينا بتنتج دواجن دون أن تملك أصول أو خطوط نقية. ده الشق الأول الخاص بالأصول. الشق الثاني خاص بالمحاصيل العلفية. أنا بعد الحلقة هشارك معاك خرائط صادرة من منظمة الفاو بتوضح لنا كثافة الإنتاج الداجيني على مستوى العالم، وكذلك الدول المنتجة للذرة الصفراء على مستوى العالم. لو الخريطتين دول فيهم تطابق، يعني لو كل الدول المنتجة للدواجن هي الدول اللي بتنتج الذرة الصفراء، يبقى اللي بيقول الكلمة بتاعت التجميع دي عنده واجهة. لكن هيتضح طبعا لما تتفضلوا بعرض هذه الخرائط ان مفيش تطابق. اللي انا عاوز اساله حاجه تانية، هو كلمه التجميع دي عيب؟ دي قيمه مضافه. قيمه مضافه، انا بعمل قيمه مضافه للصناعه. بالظبط. احنا دوله، والكلام ده مش جديد، الكلام ده من دراسه اتعملت في مصر من منتصف الخمسينات، وجدت ان احد اهم ركائز النهوض بالاقتصاد المصري هو اقتصاد القيمه المضافه. ان انا استورد بعض المواد الخام، اعمل عليها خطوه واثنين وثلاثه تصنيع في مصر،
أعمل خطوتين ثلاثة وأعيد تصديرها أو أستهلكها محلياً بعد عدد من خطوات التصنيع. يعني التجميع بذاته ليس نقيصة. طول عمرنا بنستورد الدواجن من أيام الجمعيات، أيام كنا بنقعد بالطوابير عشان نشتري الفرخة المجمدة. إشمعنى النهاردة لما نيجي حد يقولك هنستورد فراخ الدنيا بتتقلب؟ أنت كده بتهد صناعة وأنت مش بتهد صناعة. إحنا طول عمرنا متعودين إن ده لزبون وده لزبون. إيه جديد؟ معاك حق ان طبعا تفضيل المستهلك المصري، وده كان اعتمدنا عليه لفترات طويله، انه بيفضل الفرخه اللي شايفها قدامه حيه وبتدبح وبيستهلكها طازه الى اخره. بس بطبيعه الضغط الاقتصادي على المستهلك ممكن اوقات ما يكونش الموضوع هو بيفضل ايه، هو قادر على شراء ايه. فممكن مع الضغط الاقتصادي على المستهلك بيروح للسلعه الاقل تكلفه. كمان احنا مرينا بفتره في عهد الدكتور يوسف والي، واعتقد لحد سنه 2006 ما كانش فيه استيراد دواجن. الفترة دي ازدهرت فيها صناعة الدواجن لسبب ان انت عملت بيئة مغلقة زي ما بيقولوا. هذه البيئة المغلقة لما بيزيد العرض بيقل السعر شوية، الناس تبتدي تقلل تربية، يرتفع السعر على طول، يبتدي الناس تقبل تاني، وبالتالي كان تذبذب الأسعار أقل من النهاردة لأن البيئة كانت مغلقة. وجود الاستيراد من الخارج بيعمل خلل في البيئة المغلقة دي، وده بالتالي بيعرض استثمارات ضخمة مليارية لخطر، وبيعرض صناعة مليونية العمالة لاضطرابات. خلي بال حضراتكم، الدكتور إياد حرفوش اتخرج في كلية الطب البشري بجامعة طنطا سنة 1997، وحصل على الماجستير في التسويق من جامعة ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتوراه في إدارة التغيير من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة البريطانية، والزمالة لمعهد شارترد للإدارة في بريطانيا. وبدأ حياته العملية في الشركات العالمية للأدوية البشرية، وانضم للمجموعة الدولية للتبادل التجاري الحر IFT سنة 2006. دايما بالنادي باستيراد الدواجن من الداخل، يعني وزارة التموين عايزة شحنة مستوردة، طب ما تيجي للمربين في مصر وتقول لهم أنا محتاج ده، لو سمحت وفرهولي بالسعر ده، هيوفروه. أنا صح ولا غلط؟ أكيد طبعا، بالذات إن في أوقات بيكون فيها السعر في مصر متدني جدا نتيجة زيادة العرض أو انخفاض القوى الشرائية. فبالتالي في الوقت ده لو وزارة التموين أو أي جهة أخرى حبت إنها تشتري من السوق المحلي وتجمد وتخزن الدواجن لوقت ارتفاع السعر، ده بيكون متاح جدا، ودايما بننادي بده زي ما تفضلت، الاستيراد من الداخل. عشمتونا يا دكتور، شفت النفس عامل إزاي؟ عشمتونا. في شجن يعني. طبعا عشمتونا بشركة للتسويق. المربي بيخسر لما بيوصل لحالة التسويق. الشركة دي أخبارها إيه؟ والحلم إن يبقى عندنا 200-300 عربية بتجوب مصر عشان تاخد من المربي اللي في الوادي الجديد، والمربي اللي في اسكندرية، والمربي اللي في أسوان، والمربي اللي في سينا. الناس دي تعمل إيه؟ ما أنا رايح آخر الدنيا عشان أنت اللي قلت لي اطلع الصحراء. في دورة سابقة تقدم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بدراسة للجهات المعنية باتخاذ القرار. أنا أذكر إن اسمها كان حتى مشروع بروتين مصر، وكان المشروع على فكرة يفيد بالأساس الإنتاج الدجني، لكنه كمان يفيد الإنتاج الحيواني والسمكي، لأن كانت الفكرة وجود شركة لها أسطول توزيع ضخم، لها منافذ بيع في جميع المحافظات، حيتاح فيها المنتج الدجني والسمكي والحيواني للمستهلك. وكانت الفكرة هي تقليل الحلقات الوسيطة وزيادة كفاءة التوزيع، وأن الشركة دي ميزتها إيه عن الوضع القائم؟ أنها شركة لا تملك قطعان دواجن، هي ذراع التسويق والتوزيع لمن لا ذراع تسويقي له. طبعاً الموضوع ده كان محتاج موازنة ضخمة، كان الاتحاد تقدم بيها لا يعتمد لها موازنة من صندوق تعويضات وتطوير صناعة الدواجن، لم يعتمد المشروع، وبالتالي لم نحصل على اعتماد، وبالتالي لم يتم المشروع. طب ما عايزين نجدده، أعتقد أن السيد القصير وزير الزراعة سيهتم بهذا المشروع. طبعا نناشد الزملاء والأساتذة القادمين حاليا على الاتحاد أن هم يحاولوا تاني في هذا المشروع، ونتمنى لهم التوفيق فيه. طب دكتور إياد، دايما بنتكلم على البورصة السلعية وقدرتها على تحديد سعر الدواجن وقدرتها على تحديد سعر عادل سواء للمربي أو المستهلك النهائي، وإحنا لازم نراعيه برضو. إمتى يبقى عندنا بورصة سلعية فيها سعر دواجن معلن بسعر عادل؟ طبعا اللي بنقرأه في الأخبار المختلفة إن في مساعي حاليا من الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والوزارة لتفعيل الدواجن كأحد بنود البورصة السلعية اللي الدولة المصرية قررت إنشائها. ده ممتاز ويساعد في الصناعة، لكن علينا أن نحدد توقعاتنا منه. بمعنى في دراسة لبروفيسور بول تيمرز جامعة أكسفورد عن موضوع دور البورصات الإلكترونية أو بورصات السلعية الإلكترونية في تحديد شكل الأسواق، بيلفت نظرنا النقطة مهمة جدا. ناس كتير متصورة أن ده هيلغي دور الوسطاء، ده غير حقيقي. في كتير من الأحوال وفقا لدراسة بروفيسور بول تيمر، البورصات السلعية لا تغني عن دور الوسطاء. وخلينا نستعيد سوق العقارات في مصر.
لما نزل جريدة الوسيط زمان لو تذكر كان التوقع أنها تحل محل الوسطاء العقاريين. لما بقت فيه بورصات إلكترونية أو منصات إلكترونية للتبادل التجاري العقاري ناس كتير تصورت أنها تحل محل الوسطاء. النهاردة معظم المعروض على هذه البورصات اللي حطوا وسطاء سواء طلبات شراء أو طلبات بيع. فبالتالي يعني لما تيجي من على موقع الكتروني عايز تشتري شقه تلاقي اللي بيكلمك هو اصلا سمسار صاحب المكان. بالظبط. فمحتاجين نضبط توقعاتنا منها، محتاجين نستفيد بالتجارب العالميه في الانتقال الى البورصات الالكترونيه لان في تجارب عالميه ضخمه اللي هتحافظ على كل الحلقات ولكن هتحدد مسؤوليتها. بالظبط. هتنظم العلاقه ما بينها. محتاجين نستفيد من التجارب العالميه، نطلع عليها اولا نفهمها كويس، نستفيد منها في تطبيق البورصه السلعيه في مصر بما فيها صناعة الدواجن. صناعة الدواجن مش هينصلح حالها إلا بتنظيمها بقبضة حديدية وتفعيل قرارات اللجنة العليا للنهوض بصناعة الدواجن. مش عايزين توصيات، وكمان وضع قاعدة بيانات حقيقية بكل حالات الصناعة وتحديد المطلوب منها، وتوسيع قاعدة عضوية المربين في الاتحاد العام لمنتج الدواجن، وتفعيل دور البورصة. ده بخلاف إن لازم يبقى فيه تنسيق مع وزارة الزراعة لاستغلال أموال صندوق الدواجن للنهوض بالإنتاج الداجني ككل، ووضع خطة تسويق وترويج كبرى لصناعة الدواجن المصرية لرفع الوعي بفوائد لحوم وبيض الدواجن وزيادة الاستهلاك من الإنتاج الوطني. تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان يلتقي المهندس مصطفى عامر خبير الدواجن واستشاري المزارع في محافظة الدقهلية والذي يحظى بمكانة متميزة لدى مربي التسمين ومنتجي بيض المائدة نظرا لحرصه على تقديم جميع أوجه النصح والإرشاد لهم طوال الدورات الداجنة.